السلام عليكم، معكم المقدم علال ديال قناوة، مدير مهرجان ازوران قناوة، الجمعية المغربية للفنون الشعبية في مدينة اكادير. حنا دابا كنتواجدوا في صحراء مور، اول مرة نجي ليه قبل ما يتصايب، بعيد الميلود المولد النبوي. كنحتفلوا حنا كفنان في اكادير ديال تكناويت، كنحتفلوا بالليلات ديال قناوة، كنذكروا الرسول صلى الله عليه وسلم، كنذكروا الله، هذا ديال الاولياء الصالحين. وكنمشيو للمولاي ابراهيم، تمشيو لعيد الميلود، كنمشيو للطمصلوح، وعندنا حتى حنا الموسم ديالنا هنا في اكادير، كنمشيو لسيدي بوجمعي كنا اكادير وفله. والمولد النبوي هو كشريف عندنا، والرسول صلى الله عليه وسلم. انا كنحتفل، جيت للصحراء مور اليوم، تبارك الله، كاين شي ديال عرض الازياء، وراه رائع السهره. وانا الاهم ديالي كنشكركم انتم كصحافه سي جمال اللي معروف على 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 التعريف. عيد الميلود حنا كنديروا فيه الصدقه، كنعطيو فيه، كنمشيو كنفرقوا بحال قلتي الطعام، داكشي ديال الناس الصدقه وسميتو. والاهم ديال المقدم علال ديما كنوفر للناس اللي بغى شي حاجه كنعطيها ليه. من هذا المنبر كنشكروا الناس ديال السلطه والناس ديال الامن الوطني، الناس اللي كتصر على هذا الشيء، والله يبعد علينا هذا الوباء، نتلاقاو في حله جديده. اذا كنت من متابعينا الجدد فلا تنسى الاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس ليصلك كل جديد. قناتكم ماروك نيوز.